الاستاذ محمد عبده ما شاء الله عليه في كل المناطق، انا اكلمك على مستوى المملكه العربيه السعوديه، اي منطقه سعوديه تحط فنان محمد عبده عنده جماهيريه مو طبيعيه. الحين بعض الفنانين ممكن تلقاهم نجوم بس تلقاهم منطقه عن منطقه تختلف، بس محمد في اجماع عليه. ما يقرب من 40 سنه وانا في علاقه قريبه مع الفنان القدير الاخ العزيز محمد عبده. أعتقد أنه لا يكفي أو لا يفي بما أحمله لهذا الشخص من معزة وتقدير واعتزاز واحترام. أول ما سمعت أنا صوتي في الإذاعة مرضت، يعني صابني مرض، يعني وفعلا كيف صوتي هذا يتسلل إلى الإذاعة مثل الباقي المطربين الكبار، فشعرت بأنه أنا بخطو خطوة مية على قد سني ولا قد، يعني شعرت بأنه مستقبلي فين من حيكون من هالزمن هذا من ساعة ما سمعت صوتي في الإذاعة. الفنان محمد عبده أو أبو نورة أو فنان العرب أو كما تحب من الأسماء والألقاب، وكلها تليق بك ولا شيء يفيك حقك، ودائما ينتهي حبرنا دون أن نقول ولو بعضك، وتظل حظنا الأجمل يوم أن عاصرناك ودائما على البال.